لإيطاليا نحب الوطنية تحية لإيطاليا نحب الوطنية تحية لإيطاليا نحب الوطنية تحية لإيطاليا نحب الوطنية نجينا واحتجينا ونجينا واحتجينا ونجينا واحتجينا وعدتنا بالإطار ما أعطيته إلا بشر نحن الآن في بداية المرحلة التالية من البرنامج النضالي الذي سترته التنسيقية الوطنية للجمعيات الإدارة التربوية على الصعيد الوطني، بعدما أن استنفذنا خطوات المرحلة الأولى من هذا البرنامج. نحن الآن في بدايته، ودائما مطلبنا هو إخراج المرسومين إلى حيز الوجود وكذا الإطار، حتى يستطيع المدير أن يعمل في جو من الطمأنينة وجو من الكرامة ويحافظ على كرامته، ومما سيؤثر إيجابا دائما على عمله وعلى عمل الإدارة التربوية. إذن نحن صامدون ونحن مستمرون في نضالنا ولا عودة عليه حتى تحقيق مطلب الإطار ومطلب إخراج المرسومين إلى حيز الوجود.